بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله عصير الموز بالحليب والزبادي او زبادي الخلاط. عندنا موزتين كبار متقطعين، هنحط عليهم 3 معالق كبار عسل نحل، وهنضيف كوباية زبادي 200 جرام، و3 بولات كبار ايس كريم فانيليا، وهنضيف كل الخليط في الخلاط، وهنضيف كوباية ونص حليب، وهنضرب الخليط كويس جدا، وخلاص كده خلص معانا. جربوه وإن شاء الله يعجبكم.